السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إنه سميع قريب، إن ربي على كل شيء حفيظ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الكرام، فيتجدد لقاؤنا في هذه الليلة في غرة شهر صفر. وقد كانت العرب في جاهليتها تتشاءم من شهر صفر، ولا سيما فيما يتعلق بالأنكحة والزيجات. وقد جاء الإسلام بإبطال هذه العقيدة وتفنيد هذه المفاهيم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فشهر صفر كغيره من الأزمنة يقدر الله جل وعلا فيه الخير ويقدر فيه الشر. ولأن شهرنا هذا، أعني شهر صفر، متزامن مع هذه الجائحة التي يطلق عليها جائحة كورونا، التي نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، عاجلاً غير آجل. رأيت أن أعاود الكرة مذكراً باسم الله، باسمي الله جل وعلا الحافظ والحفيظ، بشيء من التوسع والتفصيل. وذلك لأن هاجس الصحة والوقاية هو الذي يشغل أذهان الناس في هذه الأيام. ولا شك أن من أسماء الله الحسنى العظيمة الحافظ والحفيظ سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم الله تبارك وتعالى الحفيظ في كتاب الله جل وعلا في 3 مواضع. فمن معاني هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ العباد من جميع ما يكرهون. وحفظ الله للناس وللخليقة والبشرية على نوعين: حفظ الله للناس والبشرية والخليقة قاطبة على نوعين. النوع العام، هناك نوع عام، حفظ عام، وهناك حفظ خاص. قال الله جل وعلا في آية سورة هود: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال جل وعلا: وربك على كل شيء حفيظ. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال عز من قائل في سورة الأنبياء: وكنا لهم حافظين. وكنا لهم حافظين. فالنوع الأول من أنواع الحفظ وهو الحفظ العام للبشرية كافة وللناس قاطبة، حفظ عام، وهو حفظه سبحانه وتعالى بتيسيره الطعام والشراب والهواء وهداية الناس قاطبة، وهو ما يسمى الآن في المصطلح الحديث الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الصحي. هذا الله جل وعلا هو الذي وفره للناس جميعا وللبشرية جمعاء. وفر
للبشرية وهدى البشرية لمصالحهم الضرورية والحاجية، وهداهم لما فيه تحقيق هذه المصالح. قال الله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا يشمل كذلك حتى غير العاقل من الحيوانات والعجموات، من الذي هداها ومن الذي دلها على مصالحها؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكذلك حفظ الله البشرية جمعاء بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور التي تلحق بهم. هذه التي يدفعها عن هذه البشرية هو الله جل وعلا. وهذا النوع من أنواع الحفظ أيها الكرام يشمل الناس جميعا، ولذلك سميناه الحفظ العام، لأنه لا يختص بصنف من البشر وإنما يشمل الناس جميعا. يحفظ الله تبارك وتعالى البر والفاجر والمسلم والكافر عناية إلهية، حفظ عام للجميع، ليس مختصا بفئة من البشر الذين هم المؤمنون أو الصالحون، لا، هذا يشمل الجميع. النوع الثاني من أنواع الحفظ هو الحفظ الخاص، وهو حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه. حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه يحفظهم بأي شيء؟ بأي شيء يحفظ الله أولياءه وأهل طاعته وأهل الاستقامة؟ يحفظهم الله تبارك وتعالى من الشبه المضلة، يحفظهم الله جل وعلا من الفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها، ويحفظهم كذلك من أعدائهم بأصنافهم من العدو بألوانه وأشكاله. فإن الإنسان والمسلم في هذه الدنيا له عدوان، هناك عداوة محسوسة وهناك عداوة غير محسوسة. العداوة المحسوسة هي العدو الخارجي الذي تراه، لو كان لك مثلا خصم أو شخص يتربص بك أو لص يريد أن يعدو عليك، هذا عدو تراه قدامك. لكن هناك عدو لا تشاهده، ما هو؟ الشيطان. الشيطان هذا العدو الخفي. وكذلك يلحق بالأعداء الذين لا يبصرهم المؤمن ما يسمى باليوم عالم البكتيريا والجراثيم والميكروبات والفيروسات. هذا الآن فيروس كورونا كما يقول المختصون، يعني فيروس صغير جدا لا يرى بالعين المجردة. من الذي يحميك من هذا الفيروس إلا الله جل وعلا؟ لماذا تجد الآن يا إخوان، لماذا تجد الآن فلان في غاية الحذر والحيطة وقد أخذ بالاحترازات الوقائية والإجراءات والتدابير وما إلى ذلك، ومع ذلك يصاب، صح ولا لا؟ وتجد الآخر لم يصب، ربما كان معه في نفس البيت، تجد أسرة واحدة واحد يصاب أو ثلاثة يصابون وواحد ما لم يصبه شيء. هذا كله عناية وحفظ من الله تبارك وتعالى. ربما أن هذا يعني حافظ على أذكار الصباح والمساء، ربما أن هذا يعني في قلبه صلة وعلاقة بالله تبارك وتعالى أكثر من غيره، لله في ذلك الحكمة البالغة. فإذا حفظ الله جل وعلا يحفظ أولياءه حفظا خاص من العدو المحسوس المرئي ومن العدو الذي لا يبصر ولا يرى. قال الله جل وعلا في الحفظ الخاص: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا يعني الدفاع يشمل كذلك يا إخواني ما يسمى الآن في المصطلح الطبي
يعني الجهاز المناعي، أن الجهاز المناعي أليست مهمته الدفاع عن جسم الإنسان؟ من الذي يقوي هذا الجهاز المناعي؟ لماذا كانت المناعة عند فلان مرتفعة وعند فلان منخفضة؟ من الله جل وعلا، لله في ذلك الحكمة البالغة. فحينما يلجأ المسلم في الأزمات وفي النوازل والجوائح مثل هذه الجائحة، حينما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يحفظه حفظا خاصا، وتحيط به عناية من الله تبارك وتعالى، عناية خاصة التي هي خاصة بأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بحسب ما عند العبد، بحسب ما عند العبد من الإيمان تكون هذه المدافعة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالقاعدة في التفسير أن الحكم إذا تعلق بوصف يقوى بقوته، فالله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، الوصف هو الإيمان. فكلما زاد إيمانك، كلما زاد إيمانك وقوي إيمانك وقويت صلتك بالله، ازداد الدفاع عنك، ازدادت حماية الله جل وعلا لك. الله جل وعلا يحفظك بحفظه ويكلأك برعايته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. حفظك لله هو حفظك لأوامره وحدوده وقيامك بطاعته. الله جل وعلا يتولى حمايتك وحفظك، ليس فقط حمايتك وحفظك، بل حتى يحفظ عليك مالك وأهلك وأولادك وذريتك. حتى قال بعض المفسرين في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين أن هذا الأب الصالح كان الجد السادس أو السابع، فحفظ الله الذرية بصلاحه. أنت بصلاحك، يعني كما كان بعض السلف يقول: أنا أزيد في عبادتي لأجل ذريتي. حينما تصلح أنت، الله جل وعلا ما يضيع ذريتك، يحفظ أولادك، يحفظ بناتك، يحفظهم حتى ولو رحلت من هذه الدنيا، يحفظهم بصلاحك. فاحفظ الله يحفظك بقدر ما عندك من الصلاح والاستقامة والرغبة والإقبال على الله جل وعلا، فإن الله يحفظك ويحفظ ذريتك. قد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه، وكما قال جل وعلا: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الفضلاء، كم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمر الله تبارك وتعالى بحفظه أن يتوجه إلى الله جل وعلا في مثل هذه الأزمات والنوازل بالدعاء، أن يعافيه في دينه ودنياه، وأن يحفظه من كل شر وبلاء وداء ووباء وجائحة. ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. دعاء مهم والله يا إخوان، نحاول أن نحفظه وأن نحفظه لأولادنا، لأن فيه بإذن الله الإفادة من اسم الله تبارك وتعالى الحافظ، وفيه كذلك السلامة والعافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد صباحاً مساءً يقول: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فلنحرص يا رعاكم الله على استظهار وحفظ هذا الدعاء وأمثاله من الأدعية، وكذلك المحافظة عليها وتكرارها في الصباح والمساء. أسأل الله
جل في علاه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يدفع عنا الداء. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا ووحدتنا واجتماعنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، إنك سميع قريب.